نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة. الحمد لله تمام. أتعرف بيكي. طيب ممكن تعلي صوتك شويه بعد اذنك عشان انا مسامعك بالعافيه. حاضر. طيب كام سنه؟ بقول لك حضرتك مش مهم الاسم مش فارقه. طيب كام سنه؟ مش فارق برضه. لا دي فارقه معايا عشان ابقى عارف انا بتكلم مثلا واحده عندها 14 سنه ولا واحده عندها 26 سنه ولا 19 سنه. طيب جميل. مرتبطه؟ اه حاليا متجوزه. متجوزه بقالك قد ايه؟ شهرين ونص. اتجوزتي عن حب ولا جواز تقليدي؟ تقليدي بس بعد الجواز تحول لحب جدا. طيب عنده كام سنة؟ 24. هو بيحبك؟ جدا جدا. طيب انت بتحبيه جدا جدا وهو بيحبك جدا جدا، ايه المشكلة بقى؟ المشكلة مش كده خالص، المشكلة ان حياتي سعيدة قوي بس دايما في حاجة بتوجعني كل يوم من ماضي من زمان. بصي يا أسامة، أنا قبل الجواز عملت كل حاجة غلط ممكن تتخيلها. وضع أمي، كذبت، سرقت، عملت علاقات خارجة، كل حاجة ممكن تتخيلها أنا عملتها. أنت عندك 19 سنة بنت الناس، لحقتي تعملي كل ده؟ أنا بديت مشوار الغلط وأنا عندي 15 سنة. يعني عملتي علاقات مع رجالة وكده؟ اه بس مش بتبقى كاملة يعني. أنت بتقولي سرقت؟ سرقت أبويا وأمي، لما كنت أحتاج فلوس كنت بسرقهم. وعملتي إيه تاني؟ كذبت طبعا عليهم، شربت سجاير. هو ده اللي وجعك؟ هو ده اللي وجعني قوي. لما قررت ان انا اتجوز او ارتبط، اهلي بعدوني عنهم مسافات عشان سمعتي وسيرتي. يعني انت اتجوزتي حد بعيد خالص عن بيت اهلك؟ بمسافات بتاعتي اصلا، علشان هما كانت المنطقة اللي انت فيها معروف فيها انك انت بتعملي حاجات مش كويسة، فاهلك كانوا عايزين يستريحوا فجوزوكي حد بعيد عنهم. هو مش المنطقة، هي العيلة، العمات، الخالات. انت دلوقتي متضايقة عشان اهلك ولا متضايقة علشان اللي فات؟ عشان بقول لامي انتوا وحشتوني وعايزة اعتذركم وهاجي اجيلكم، بتقولي لا خليكي مكانك انا جاية لك انا. طب ما يمكن هي فعلا جايه لك وعايزه تجيلك. لا لا، هي بتقول لك كفايه انت عايزه تيجي، احنا مصدقنا انا بعيد. طيب حصل مشاكل ايه في الفتره اللي انت كنت عايشه فيها هناك من عمامك وخلانك وكده، ايه المشاكل اللي حصلت؟ يعني لما كان عمي بيعرف كان بيقول له بابا، وبابا بيعمل معايا مشكله كبيره في البيت. امي ياما انفصلت عشاني ومز بلوحة كتير قوي بسببي وبسبب أخطائي. احنا زي كده كتير قوي. طيب بص يا بنت الناس، مفيش حد على وجه الأرض معصوم من الخطأ. اسمعيني بقى كده كويس وركزي معايا، مفيش حد على وجه الأرض ما أخطأش، مفيش ابن انسان ما اخطاش، كل الناس بتخطئ على وبيتفاوت الخطا من شخص لشخص. في ناس بتخطئ اخطاء زي بتاعتك كده، وفي ناس بتخطئ اخطاء اكتر من بتاعتك دي كتير، وفي ناس بتخطئ اخطاء اقل من بتاعتك خالص، وفي ناس بتخطئ اخطاء من وجهة نظر المجتمع بسيطه جدا لا تساوي شيء زي اللي انت عملتيه، ولكنها في الحقيقة أكبر بكتير من اللي انت عملتيها. أطفال كتير جدا كتبوا على أهليهم وهم صغيرين. في ناس كتير وأطفال كتير وشباب كتير مع الأسف اللي ضحك على أبوه في فلوس الدروس، قال له أنا رايح أخد الدرس وما خدش الدرس وخد الفلوس حطها في جيبه، ده من أيامنا احنا كمان. اللي دلوقتي بيبقى رايح الجيم فيروح يدفع فلوس الجيم فيفوت الجيم الشهر ده علشان خد فلوس الجيم حطها في جيبه عشان مش عايز يقول لأبوه عشان يعني إيه.
كتير ياما بيشربوا سجاير من وراء أهاليهم، كتير دخلوا عملوا علاقات وفي منها علاقات كاملة كمان، ولكن في ناس عملت كده وهم متخيلين ان محدش عارف عنهم اي حاجة وبيعملوها بشطارة وربنا طبعا سبحانه وتعالى شايفهم، وفي اللي عمل زي كده واتفضح في ريحة القطط. انما حطي في دماغك حاجة واحدة، كون ان نفسك قبت عليكي كده وحاسه بالحزن وحاسه وبتعترفي بخطأك، ده انت بتعترفي بخطأك قدام 15 مليون واحد بيسمعوكي، كون ان انت كده عايزه تكفري عن اللي جواكي، ده معناها ان ربنا سبحانه وتعالى عارف قد ايه ان انت عندك نفس لوامه بتلومك، ان انت نفسك كويسه من جوه عايزه تبقي كويسه. ربنا يا بنت الناس بعت لك الخير، بعت لك الرجل الصالح اللي بيحبك، حط في قلبك مشاعر كويسه ناحيه جوزك. انت النهارده والراجل ده بقيتوا اسره تانية، مجتمع صغير بتاعكو هينمو في يوم من الايام. ربي ولادك صح عشان ما يطلعوش يعملوا زي ما انت عملتي، ما انت عملتي كده عشان ما تربيتيش صح، ما توجهتيش صح. فلو هتلومي نفسك برضو بلومي نفسك ولومي الاب والام اللي ما وجهوكيش صح. لو امك بتقولك لا ما تجيش انا هجيلك، قولي لها على عيني تعالي يا امي زوريني البيت بيتك، ما تزعليش قوي كده وما تحزنيش قوي كده، لا انت اول ولا اخر واحد عك الدنيا في حياته، بس انت عندك ميزة كبيرة جدا، انت ربنا لحقك، ربنا انقذك. فاسجدي كل يوم ركعاتك، توضي وصلي كل يوم واشكري ربنا على انه انقذك وعداكي من اللي انت فيه ده، ونقلك نقلة جميلة جدا لحياة جميلة جدا، وحافظي عليها على قد ما تقدري.